نسيت. هاي مشان حساب زباينك. كمال ردهن على جوالك ولهون لا بقى تجي تشبح يا بيك يا محترم. ماشي وما عم يشيل. اي والله اذا بحطه على راسي ما بيقيم ولا شعره. يا ستي حلقك السكر نظامي بس انت تمسحتي. ايه كملي شو صار بعد ما هربتوا من الحاجز؟ حاجز ما صار شيء. زكوان راح وانا رحت على البيت. بس ولي ياه مو مولي مقطع حالي من الركض. ويمكن لك يمكن لك قطع ضماني من الرعبه. معناها زكوان انشمس رسمي اذا صارت هويته معه. لك لا خايفة على زكوان. إن شاء الله بيقبر قلبي بيحلها فورا. لا حبيبتي شكلها هالمرة صعبة كتير. من يوم ورايح لازم أنا وياك نفكر بحالنا ونشتغل لحسابنا. شلون لحسابنا؟ يعني الشباب اللي عم يجيبهم زكوان توقعيهم أنت وبتسحبيهم لعندي وتركي علي الباقي. شباب بنات مو فارق. وأنا إذا لقطت شي ما بقصر. لا أنت جناتي. انت بتعرفي اذا داري زكوان شو بيعمل؟ والله لا يجيبني لعندك تقطعيني وياخذ حقي منك. لك مجنونه. زكوان بعد ما وقع هالوقعه ما عاد تملو قايمه وانا ما راح انتظره ولا يظبط وضعه. لازمني مصاري. ما بعرف. لك انت وين بتروحي بهالمصاري؟ اي والله العظيم معك مصاري بتوزع على حاره. انسجلي على بيت المشروع دمر. ايوه هيك. شلون؟ شو بكي؟ ليش استغربتي؟ ليش شو ناقصني؟ بدي اتحمم بالبانيا. عيب. ادري عفوا بس والله ما عجبتني. ليكي 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 شلون؟ يلا عيدي 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 خليني هيك بدون مثل كلمة بدون ما شو رايك تبني لسانك هيك تنزل لك اياها وتطلع لسانك بايدي؟ يا ريت بدي يخرب بيتك. شفت لما بتمشي بالشمس؟ شلون خيالك بلازمك؟ بدي هيك تراقب طليقتي عتاب. بيعرف حكيتها وين بتروح؟ وين بتجي؟ مع مين بتقعد؟ مع مين بتحكي؟ الهوا اللي بتتنفسه بدي اعرف فيه. فهمت؟ حاضر معلم يلا روح. مؤكدين مقتل مجندتين من القوات الشعبيه لما شارب بلده في جندريس ونقل المعارضون ان الاقران يتحصنون في لين ابو سمرة؟ ولك كيف ابو عبد الواوي؟ مين؟ ولك ابو عبد الواوي مو انت ساكن بالمهاجرين فوق بالجدة؟ نعم بلا. ايه لازم تكون تعرفوا لابو عبد الواوي، هذا اشهر من نار على علم عندكم فوق يا زلمة. نحن ما كثير قلنا مع العالم خلطة بالحارة. صحيح ابو سمرة؟ قلت لي عايش مع ابوك وامك واخوك ما؟ لا قلت له ساكن انا وامي واخي الكبير مسافر بالسعودية. ايه والله راح عن بالي. صحتين ابو سمره صحتين. على البال. أهلين يا قمر. أهلين. ليش هيك عم تحكي معي؟ بتعرفي أنا عم بزق على البطن اللي حملك يا حوين التعبي وتربيتي فيكي.
مامي شو صاير؟ ما عم افهم عليكي. لا انت عم تفهمي علي كثير منيح. سبحان الله طبعا ابوكي بس عيب شو. معي شيخ؟ معي شيخ؟ براني يا معتصم؟ ولك ايه براني؟ ليش البراني مو بشرع الله؟ مرئية هلا لا تعصلجية، خلينا نمرق هلا القصة وبعدين بنعمل الجواني. شرفوا شرفوا تفضلوا تفضلوا تفضل شيخين. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم زرت مأمون بالسجن. ما بتتخيل شو صار فيني. لما شفت وشه هو طالع من جوا. لما طلع فيه ضحك وقال لي بابا نسيت الدنيا وما فيها نسيت الحرس والسجن والشبك اللي بيناتنا حتى شكله المتغير والجرب اللي صابه من قعدة الفرعمان اللي همي شغلة واحدة يا أبو معتصم اللي همي وأهربي وشغلة واحدة إنه مو هذا مأمون ابني صاير معه شيء شو هو ما بعرف بتغير لا تحكته لا لون على القلوب فارق معه شيء شو هو ما بعرف وكل الله مشان الله وكل الله صلي على النبي مشان النبي صلي على النبي الله يرضى عليك بسيك بسيك طول بالك يعني كمان الشيء اللي صار عليه مأمون والله مو قليل وانت رح بيدك تحس هيك كم شهر صار بعيد عنك وغايب عنا واللي صار عليه بالسجن ايه الا ما يطلع مخربط شوي بس وكل خود وحياة الدقن ومن زرع ونقول بكره شوف بس ارجع فيه ارجع مثل اول واحسن والله ما حتطلعوا على الفرس الله يسمع منك يا ابو معتصم الله يسمع منك قول الله قول الله وكل الله لا اله الا الله كله ولا حل لك ابي والله كله ولا حل الحمد لله على كل شيء ليش قليله قليله اللي عم يصير بالناس قليله علي يشير اللي عم يسمعه قليل 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 قصتك عليه الله وكيلك انا حبيت اقول لك نحن خلصنا هي اخر صفحه بالكتاب وطويناها اخي هاي الفهرس انا اللي علي عملته وخالصين بقي بس يتحدد يوم طلعته راح اتلف لك الروح سلمه صار سليم ومد الفرس وخالصين تمام كتر خيرك يا ابو معتصم والله ما قصرت كتر خيرك قول الله خلاص قول الله قول الله الله لا اله الا الله لا اله يا سيدي هون في محل مناقيش ظريف شو رايك هيك تنتين زعتر تنتين جبن معدس شعر كيفك الله يخليك توكل الله كاوا يا حسنان والله ما لا ظريف هلا خلص غير لنا نفسيتك انت الثاني كاوا ان شاء الله بيقبرني هالتم انبسطتي هيك صرتي مرتي بالحلال لا مو كثير لانه لسه كنت بكتاب براني لك يفضى عينك شلون ما انخرطشت ما برضيكي الو المطلوب صار بالحفظ والصون سيد راسي مسكته لموفق كان عم بيضبط حاله لحتى يشمع الخيط بس بعون الله يعني وحسن التدبير قدرنا نلقطه وحش بشري يا ابو البراق تاخذ لي اياه على الكراج فورا 10 دقائق بنلتقى هنيك والله وعد يا موفق الكلب بدك تمشي؟ ايه حبيبتي لازم امشي شغله ضروريه ما بتترجع ربما برجع لعندك Thank you.
النهاردة مع الصورة. أهلين وسهلين لك يا أهلين وسهلين. هذا ليش هيك حاطه كيس نظيف؟ هذا أوسخ من الزبالة. اللي مبروك. على شو يا بي؟ على العروس. أبو البراق لا تبلش تشتغل فيني. عم تستكتر علينا؟ لسه هلأ جبنا لك خروف مكتب. ما قلنا شي، بس بدك تخرطي السيارة فرد مرة. لك مو أنت قلت بدك يا مهما كان التمن. لك علي الحلال عملت استنفار شامل كرمال حضرتك. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. هي القطعة ما فيها اوراق ولا بعرف شو حكايتها، حواجز مع حواجز انا ما خصني. لك انا ابو البراق انا، هلا انا بدي اسال عن حواجز؟ لك والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو البراق، المشكلة انك موال. مفتاح بلبس ايدي، شغل وتيسر مبروكة. لك الله يبارك لي فيك يا معدل يا موجب، يا ابن العالم والناس. مهونة يا كابر، الله معكو. أنا ما نبهتك ما تلعب من ورا ظهري. لك ليش ما سمعت مني؟ أنا معتصم لك. بس لك شك تطول. لك بتخرس، ما بدي اسمع ولا كلمة. يخرب بيتكم العمى بعيونكم، وصل فيها لحدا نظيف كل أوصف من بعضهم. لك أنا بدك تسرقني. لك أنا بدك تسرقني. لك جربوا كثير قبلك ما زبطت معهم. خرب بيتك، انا بدك تسرقني. معتصم بدك تسرقني. خرب بيتك شو حيوان، خرب بيتك شو حيوان، انا بدك تسرقني. تفضل استاذ. اتركوا من ايدك ناد. شو غا؟ ما دخلك. عم جيب نسوان على المعمل؟ قلت لك ما دخلك. ما دخلني؟ ايه؟ شو علي؟ اخي منشوف الحجي ومنشوف شو رايه بالقصة. يستر على اختك ما جيبها سيرة قدام الحجة، والله بجيب اخرتي. امتى عم جيبه؟ بالليل، بعد ما نسكر. اوه شي حلو؟ حلو كثير. طب تذكرنا معك شي مرة. تكرم عيونك، اليوم بالليل، بس اوعى بتجيب هالحديث قدام الحجي. لك شو بدي احكي له؟ ما انا معك بالقصة. مشي اليوم. شو نامت امان؟ ايه نامت. خير؟ شو بك مو على بعضي؟ منظر جلال اليوم ما عم يروح من بالي. انت حكيت لي عن وضعه بس ما توقعت لهالدرجة. والله مالي عارفان شو بدي ساوي. ما خليت طريقة معه ما سويتها. جلال لازمه دكتور نفساني. شو انت دكتور لحتى تتبع معه طرق واساليب؟ معك حق. اصلا انا كانت ببالي قصة الدكتور من الاساس.
بس ما كنت مفكر هيك. الظاهر حالته صعبة ولازم بأسرع وقت، لأنه إذا ضل هيك ما بنعرف شو ممكن يصير معه لقدام. بس يا عمنا شو بدي أقول له لجلال؟ دكتور نفسي وما دكتور نفسي؟ والله بخاف يجن، بخاف ينتكس ساعتها. لا بينفعنا دكتور ولا غير دكتور. هي بسيطة، تاخذ الدكتور معك لعنده على البيت وبتعرفه على جلال على اساس انه رفيقك، وبيقعد مع جلال على اساس طبيعي عادي وبيشوفه، وبعدين بنقرر شو ممكن نساوي. أخي فايت على مكتب الحجي، ما بتحلالي غير بمكتب الحجي. مين دخيله أنا يا ميمتي؟ أنت عندي حلالة؟ لا أنا ما بدي شيء، أنا بس هيك عم بتفرج. لا بعجبك يعني، بس اليوم هيك جاي على بالي بتفرج. بدي منك شغلة واحدة بس، بدي هاد مشان هيك أتذكر. لكو أحلى تحية لأحلى معلم زكوان بعرضية. إمتى ضرب الجاي معلم؟ بس تزبط امور الهويه الجديده بنشوف لك. احلى هويه محروقه لعيونك معلم. لا بسم الله الرحمن الرحيم.
طولت البنت. يا محمد شو صار معك؟ يلا يلا طول بالك عليها، معلش خليها تاخذ وقتها. الله يخلي لنا اياك يا استاذ صبحي، ما بكفي قديش عذبناك، جبت لنا اغراض ولبس وحكيت مع المدرسه، كمان بدك توصلها. يا محمد الله يخلي لنا اياك، انت بتعرف انه انا ما تجوزت وما عندي اولاد، وزينب بعتبرها مثل بنتي تماما. الله يطعمك تتجوز ويجيك اولاد يا رب. وانت مشان شغلك يا محمد ما تهكل هم، هلا بنأمن على زينب وان شاء الله انا بصل انا وياك مشوار وما بنرجع غير انت ومشتغل. عن جد عم تحكي؟ لك ايه عن جد عم بحكي. اني جاهزه. الله يحميكي يا بنتي، الله يحميكي. يلا لشوف هاتي ايدك مشان ما نتاخر على المدرسه ويقولوا عنك كسلانه. السلام عليكم. الله معكم، الله معكم. الله يبعث لك ايام حلوه يا بنتي، انت واخواتك. امين. الو، عجبوكي؟ كتير حلوين، بس استغربت قلت لحالي مين ممكن يعمل معي هيك شيء. قلك سر؟ قلي. حبك. ليه سكتتي؟ يعني من شو لازم أقول؟ يعني لازم تقولي إحساسك. وأنا شو أنتي؟ خلص ضياء، والله بستحي. جوا، أنا حابب أسمع منك. وأنا وأنا بحبك. بس أنا أكثر. شو عرفك؟ ما بعرف، هيك بحس إني بحبك أكثر ما أنت بتحبيني. إيه مو ضروري إحساسك بيصدق كل مرة. طيب تعي نلعب لعبة ونشوف مين بيحب الثاني أكثر. وكيف بدنا نلعب بالله؟ وقفت عن الحدود ناطر لمعي، قلت له لا لا هون بس يا رفيق، قلب عليك وين عاد انت؟ وين عاد انت؟ بتحترم حالك وانت بتحترم الناس؟ هو ما في خير فقوس، هذا اجتماع حزبي يابا، واذا عاملين فرقه حزبيه هذا منصب بتطلع الشفافيه والتعامل باحترام. هو ما في قاعد يعمل علي ولا ضابط ولا كبير ولا صاصي، ما في هذا اجتماع حزبي ابو الفدا، اجتماع حزبي يعني ما فيها. شوف ترى من اكبر راس للصغير بهالاجتماع الحزبي بحق له يحكي اللي بده اياه، شلون ما بده حتى لو بده خبص بالحكي، بس لكم احترام. والاخير صايي امير الفرقه الحزبيه لوضعه يعني تعود ماله وليد يعني، بس والله ما طلع له معي، وبالاخير ما عملت الا اللي بدي اياه. والله مالك قليل يا ابو معتصم، مالك قليل. صايي قبل ما انسى، مرق راشد لعندك وترك لك هذا الظرف. في راشد شو بده؟ خراج قيد للعينتين، وبيقول لك دبر له شيء اسم تاني لانه هويته القديمه انشمست. هويته القديمه انشمست؟ شو؟ ما قال لك منو؟ لا. شو الضبع؟ بس هذا شغلته بتكلف كل فيديو، شو انا بدي اناشفه يعني؟ ايه معقوله يا ابو معتصم تمرق هيك؟ ايه طبعا في تعالي. شو فاكرين قاعدين باجتماع حزبي نحن؟ خلص وصلت 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 وصلت. صرنا مسخرة بالاخبار والصحف، الكل مستلمنا وعم يتمسخر علينا. ليش؟ لأن المقدم الزفت البطل قلب الكمين اللي عاملينه ضده لنصر إله. شو صار بهاد العوينة معتصم؟ لسه عم نراقبه. حاجة مراقبة، بكفي مراقبة، بدي اسمع خبر اليوم. جاهزين. صبحي صبح الزفت هاد بدي اياه اليوم قدامي، بدي اعرف شو صار معه كمان. اليوم بيكون هون. لازم نرد بأسرع وقت، بدنا عملية كبيرة الكل يحكي فيها. الحرب كر وفر، وهي وجولة وخسرناها مو أكثر. لك بيوقف التمويل، إذا بينا ضعاف بيوقف التمويل، شو ما عم تفهموا؟ شلون يعني ما بترجع لشغلة؟ لشغلة ولصاحبة؟
شو عم تبتزني لك صبحي؟ لا عم ابتزك ولا شيء، عم اقول لك الزلمه وضعه تعيس جدا جدا يعني. وحدا خبرك انه انا فاتح مطعم جمعيه خيريه بسبب الناس عم تسرح موظفين لك يا صبحي لتخفف مصاري، انا بدك اياني شغل واحد جديد. يا سيد كريم، يا سيد كريم، هذا الزلمه برقبته عيله طويله عريضه، اذا شغلته كل العيله بتدعي لك. لك حتى لو وافقت شو بده يشتغل؟ بدك تجنني انت؟ انت عم تقول لي شغلته ما كان نسيان. لك يا اخي اي شيء المهم اخر نهار يطالع له قرشين يحطهم بجيبته. امري لله، بس من اليوم بدك ترجع لشغلك. ها خلص اللي بدك يا بس يامرك. انا هلا صرت بأمور يفضحي لك شو سلاك. راح ابعت لك اياها هلا تحكي معه، بس زكاه عيونك طريها شوي معه. حاضر صبحي بيك، تحلي بامرك. السلام عليكم. اهلين ابو محمد. وعليكم السلام، تفضل تعال. شو تشرب الأول؟ والله بسلامتك ما في داعي. تاخذ شاي أخضر مثلي. صالح، اثنين شاي أخضر. شوف يا محمد، أنا زلمي هيك وبحب الدنيا. شغيلي جديد مو لازم لي، بس ما فيني زعله لهذا السلام صبحي. لهيك راح أشغلك. أهلا وسهلا. كتر خيرك، الله يوفقك ويخلي لك ولادك. هلا في عنا مشكلة. أنت ما عندك خبرة بمصلحتك. لهيك ما فينا تشتغل اي شيء، يعني ما لك مكان لا بالصالي لا بالمطبخ ولا بالبوفيه. بقى هيك ما بقي غير الحمامات. بناسبك اللي بتشوفوه انا جاهز. انا حاسس فيك ابو محمد، بس صدقني مكان تاني ما عندي. وبالنهايه الشغل مو عيب لك ابو محمد، وهذا رزق، وشغلتك بسيطه، بتنظف وبتدير بالك على الزباين بحمام رجال، وهي بطلع لك بخشيش. هذا غير راتبه، حلال زلال عليك. وانا ما راح اقسمك فيه مثل ما بعمل غير محلات. مثل ما بتمر استاذ، مثل ما بتمر. فينك تبلش من اليوم اذا حابب. على راسي. اهلا وسهلا. كتر خيرك. اهلا وسهلا. كتر خيرك. اهلا وسهلا. بدك تستأجر جسة؟ سيدي يعني أجار عيرة. حي الله حي الله. معتصم والله خيرتني، يعني انت ليش بدك الجسة؟ سيدي انت أعطوني جسة وأنا باخذها بلمعها بنظفها بكفلها بعملها مراسم دفن على كيفك، وكل يومين ثلاثة وأنا برجعها مثل ما كانت وأحسن وأنظف والله العظيم. طيب ليش؟ سيدي مشان أنا بدي أحط لك جسة اسم مرحوم بخصني. جوز بنتك مازن. جوز بنتي مازن الله يرحمه. صعب يا ابو معتصم والله صعب. سيدي وكل الله والله ما في شيء صعب، وكل الله ما في شيء بيصعب عليك، انت قد وقدود. اخي اخي على راسي قد وقدود ما اختلفنا، بس يعني الشغله صار بدها موافقات امنيه، الشغله بدها تحاليل واثبات شخصيه، بدها موافقه مكتب دفن الموتى، لغير الموافقات الامنيه هذا اذا ما طلعوا لنا جماعتنا اوقاف بيعملوا لنا طرنه. بس يعني مين راح يقول له؟ مين راح يخبره؟ خلص هون حفرنا هون طمرنا، ما راح نحكي بهالقصه الا وكيلك. انا لو ما مضطر ما بحكي لك. دبر يستر على ارضك. يا سياده المقدم، يعني قال لي جزاز مو سوريين عم تغتال، لك في كثير جزاز بلهويه كثير، حي الله واحد شيشاني ميشاني اي حدا. شو؟ اترك لي اياها. ايه؟ الله يجزيك الخير سلفان. ابو محمد روق روق وطول بالك، هي الشغله تمشيت حال لبين ما الله يفرجها وترجع لشغلتك العادية. صدقني يا استاذ صبحي، انا ماني مزعول من الشغله اللي عم بشتغلها، بالعكس انا كنت عم دور على شغل بدي وسناني، بس اللي قهرني شغلي وحدي. شو هي؟ بأكثر أوقات الفقر والتعتير ما ظنيت إني وصل لهون. أنا نظفت تواليتات يا أستاذ صبحي، أنا نظفت تواليتات.
أنا كان عندي ورشة وفي تحت إيدي كذا صانع، آخرتي نظف وسخ الناس. الشغل مو عيب يا أستاذ صبحي، بس الزل عيب، عيب كثير. الله قوة شباب وصبايا. مثل ما بتعرفوا التخرج صار على الابواب، وهي سنه بالتحديد في قرار حاسم بالتوثيق بالامتحانات، يعني ما رح ينجح غير صاحب الكفاءه والموهبه العاليه. وبتمنى تشتغلوا على حالكم بالنصر كثير منيح، والاهم هو العمل، لانه مثل ما بتعرفوا انتم رح تتخرجوا من قسم الغناء، ولهيك لازم تزيدوا ساعات التدريب وتريحوا صوتكم قد ما فيكم، بعدوا عن السهر والتدخين والمشروب. يعني بضل عم بحكي بديهيات انا. موفقين شباب. اوكي أهلين وسهلين. وصلت المونة؟ جيت بوقتها تازة وسخنة. هلأ ثواني بس. علي الحرام تشبه كل شيء لأصل الآن. بس وينا؟ هدولي أغلى من كل مرة بشوي. شوي؟ ماشي مشي. سيف هدول ودايبي هاي المطاطة كمان. روح روح. الله يقول له وفقك. الله يجبر عنا. لا متكلم. وأي شيء بإذنك المادة بترجعيني فيها فورا. ماشي ولا يهمك. شكرا كثير دكتور، بس يعني كمان أنت ما تصعب الأسئلة بدنا نتخرج. ما لها صعبون. أنت أدبي وما عليكي، لأنه كمال بيك غالي علينا كثير. كلك ذوق. أوكي. أوكي باي باي. شوفك. هجرس عيب يلي عم تعمله، كأنك عم تتجاهلني بطريقة كتير بشعة. شو بدي واقفة عم تعملي معه؟ يعني شو بدي أعمل مع دكتوري؟ عم بسأله كم سؤال عن المادة. عن المادة؟ ما عرفتك وأنت مهتمة بالمادة، على أساس كتير فارق معك النجاح عندي. شو قصدك؟ شو قصدي؟ قصدي واضح، الدكتور سمير معروف مين، وأبوكي كمال بيك كمان معروف شو وضعه. بقى بلا هي السلبة تبع عم بسأله عن المادة وبدي انجح، لأنه أساساً حضرتك ناجحة ناجحة يا ستي، مو بس بالمادة، بالمعهد كلياته. بقى مبروك. صاري بهاليومين. لك شوفي اذا تاخرنا لنا يومين زمان. وفر اسفك لامك تضرب بهالنمره.
مرحبا. اهلا وسهلا. خير؟ عفوا، مو انتم هون بتصدقوا على الفقراء؟ عفوا، قصدي مو انتم تبع المساعدات؟ ايه. ايه انا حابب ساعد. استاذ، نحن هون جمعيه خيريه، فيك تساعد بمبلغ مادي او فيك تكون متطوع بالعمل الخيري. هي هي تبع الخيري هي. ايه انا بحب اكون هون، انا كثير بحب الخير. طيب تفضل لحتى اخذ بيانات. دكتور. هلا حبيبي، كيفك؟ تمام. قرأت عندك على المكتب كذا مرة ما لقيتك، خير صاير معك شيء؟ شوية مشاكل هيك غير متوقعة. يلا بسيطة بتنحل. بتنحل. شوف هجرس، نحن عايشين على كذبة كبيرة كتير اسمها بتنحل، غاطسين بالفساد والوجع والقهر وبمشاكل إلها أول ما إلها آخر، وكنا نقول إيه معلش إلا ما تنحل. عم نحفر بير بإبرة ورضيانين وعم نقول إلا ما تنحل، بس لما بتتحول البلد لغابة الناس فيها وحوش عم تنهش ببعضها، هي كيف بدها تنحل؟ هالمدينة هي صارت قاسية كتير 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 قاسية، وأنا ما بعرف لأيما بدنا نضل ناطرين وعم نقول لا إلا ما تنحل. أنت كيفك؟ ماشي الحال تمام، بدي اتخرج بقى داخلي من المعهد. يلا يلا بسيطة، بكرة بتتخرج وإن شاء الله بتوصل لأعلى المراتب. أنت عندك كل المقومات اللازمة لحتى تكون مهم. بس بدي منك شغلة واحدة بس، بدي ما تستهين بإمكانياتك ودير بالك على حالك. أنا لاحظت عليك من السنة الأولى إنه أنت ما بتعرف شو عندك عن جد. أنت عندك صوت كتير خاص وحساسية نادرة، لهيك لازم تنتبه على هذا الشيء كتير منيح. أنا يعني ما بحس هيك أحياناً، يعني بغني هيك لأني بحب غني لحالي، وأحياناً وأنا عم غني لحالي يعني أنا بمل من صوتي. أنا اللي علي قلت لك يا أنت حر. بالمناسبة لساتك أنت وليا؟ إيه؟ ليش في شيء بخصها؟ لا لا ابدا، انت مثل اخي الصغير. هاي البنت ما بتشبهك، يعني علاقتكم هيك غريبه مو راكبه. والله انا الغريب يا دكتور مو هي، ما بعرف يعني الشيء الوحيد اللي بعرفه انه انا بحبها وبس. بتعرف شغله؟ من لما كنت ولد صغير كنت حس انه كل شيء حوالي غريب، يعني حتى أهلي غرابة عني، أنا غريب عنهم. أم آخر شيء قد ما فكرت بالقصة وصلت لنتيجة إنه يعني أنا الغريب. يلا بالإذن، شفتك بخير، دير بالك. شو صار بالهوية؟ معلم هلا حكيت له راشد، يعني يوم بس ان شاء الله بتنبيه. سماهي عم تطلعي وترقصي على التلفزيونات يا بنت الصرامة. شو مرق عراسك؟ شو تغيروا ناسك؟ ليش هيك فيك صار؟ اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار.